نرجع مشاهدينا معكم تنكفي برنامج الجسر، وهالمرة في ضيف باستوديو معي وهو محامي مختص بقوانين الهجرة وقضايا العائلة، وبحب رحب بضيفي المحامي حمدان القضاء. مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى جمهورك. أستاذ حمدان، حضرتك عندك اختصاص كتير مهم بهم طبعا المشاهدين يلي عم بيشافونا. بغض النظر عن أصولك العربية، ليش اخترت هالتخصص بالتحديد؟ أول شيء طبيعة المجتمع اللي أنا اللي بمارس فيه المهنة بتحتم علي مجالات العمل. الجالية العربية بشكل عام بحاجة إلى محامين متخصصين في نواحي اللي بتخدمهم أكثر، فيعني جزء من الأمر كان اهتمامي بإني أخدم أبناء الجالية العربية في الجانب اللي بهمهم أكثر. وهذا لا يعني أنه أنا ما اتطرقتش للجوانب القانونية الثانية، في الجوانب القانون العائلة على سبيل المثال. مش كل محامي أمريكي بيستطيع أنه يتفهم طبيعة القوانين، طبيعة العلاقة العائلية بين الرجل والمرأة، وطبيعة علاقات الأسرة. القوانين في الدول العربية مثلا عندنا مبنية كلها حول القانون الإسلامي والفقه الإسلامي في مجالات الزواج والطلاق والميراث والحضانة والنفقة والأشياء اللي بتتعلق في كل تبعات ما يتعلق بالزواج. فأحيانا بتطرق الموضوع لأن نتفهم طبيعة العلاقة حتى تقدر تقدمها للمحكمة الأمريكية بمحتواها الثقافي والاجتماعي. فطبعا بيبرع فيه المحامين العرب أكثر من المحامين الأجانب. أكيد، يعني بيجوا لعندك بيرجعوا لإلك لأنك بتفهم القضية اللي ممكن تكون لمحامي أمريكي يعني مطلقة شغلة أبدا مش فهمها. طيب شو هي العلاقة فإذن بين قضايا الهجرة وقضايا العائلة؟ بشكل عام قانون الهجرة بنبني بشكل رئيسي على قانون على الارتباط الروابط العائلية بشكل عام. فبتحسي انه الاساس في قانون الهجرة يكمن في علاقة انسان بانسان من طرف عائلة، فبيحاول مثلا انه يعطي نفس الحقوق اللي هو اكتسبها كونه مواطن امريكي. طبعا التشعبات هذا الموضوع كثيرة، ولكن تجد أنه دائما الحل في العلاقة في لأي مشكلة في قانون الهجرة حلها في أنك تجد مثلا العلاقة الصحيحة اللي بتناسب وضعك بحيث أنك مثلا تحل مشكلتك. أعطيك على سبيل المثال في بعض قضايا التهجير التسفير في محاكم الهجرة. مثلا شخص معرض للتسفير بسبب مخالفته لقوانين الهجرة في أمريكا، فأول شيء بنبحثه هل هو مثلا متزوج من أمريكية، هل عنده أطفال مثلا مواليد البلد هون، هل يعني ممكن القانون ينظر لوضعه كونه عنده زوجة وعنده أطفال مثلا أمريكيين بنظرة مختلفة لو كان منه متزوج. صح، هذا أكيد يعني لو كان متزوج من أمريكية بتطلع إلى هل هو دخل البلد بشكل شرعي، فإذا دخل البلد بشكل شرعي هذا معناته بيقدر يتزوج، بيقدر إنه يقدم أوراق ومعاملة عن طريق زوجته. إذا كان مش متزوج بتسأل نفسك أسئلة، هل هو مثلا كم مدة حياته هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكم عدد أطفاله، شو المشقة اللي راح تنفرض على هاي الأسرة في حالة أنه تسفر مثلا رب الأسرة أو الوالدة أو كذا. فبدك تشوفي أنه مثلا هل في شخص أمريكي بيكون ذو صلة أو قرابة بهذا الشخص، ممكن أنه مثلا يتعرض لمشقة فيما لو مثلا والد مريض أو والدة مريضة. فيعني بتجدي أنه كل قانون الهجرة بشكل عام مبني حوالى الارتباطات العائلية. نحن أستاذ حمدان بدنا نطلب من المشاهدين أنه يتصلوا فينا على البرنامج، طبعا إذا عندهم قضية سؤال معين بحبوا يواجهوه لحضرتك. بيستغنوا بالفرصة ووجودك معنا. الوضع الإنساني مثل ما فهمت من حضرتك هو على طول بيلعب دور كتير مهم بقضايا الهجرة. وعندنا طبعا يعني البلد الحبيب سوريا في وضع إنساني كتير أليم. في أشخاص كتير سوريين بيجوا على الولايات المتحدة
بحبوا أن يرجعوا يبقوا هون، كيف القانون الهجرة ممكن ينظر لوضعهم مع أنهم منهم لاجئين سياسيين؟ ورح نحكي عن اللجوء السياسي بعد السؤال. نعم هو يعني بشكل عام بدك ترجع للقانون الرئيسي، القانون الرئيسي بخدم جميع الأشخاص الموجودين في أمريكا بما في ذلك السوريين وغير السوريين، وإنما في الظروف الاضطرارية أحيانا في بلد معين بيقتضي الموضوع أنه يكون في مراعاة لظروف أشخاص معينين أو طوائف معينة، فبيعطيهم القانون حماية، أحيانا تكون حماية مؤقتة وأحيانا تكون حماية دائمة، وأحيانا حماية مؤقتة تتحول إلى مع الوقت إلى حماية دائمة. فإذا بتذكر شو صار مثلا في هيتي قبل سنوات لما صارت موضوع الهاروكينز هناك والدستركشن والدمار اللي صار في البلد بشكل عام، فكان مش من يعني في اتفاقيات دولية معينة بتحتم حماية المواطنين أو حماية الأشخاص من غير المواطنين من العودة إلى بلدهم في ظروف معينة حتى أنها تستقر الأوضاع. ففي حالة هيتي على سبيل المثال أصدرت الـ وزارة الهوملاند سيكوريتي اللي الهوملاند سيكوريتي اللي هي مسؤولة عن أمن بالضبط واللي القومي واللي القوانين الهجرة كلها تنبعث من منهم أوجدت قانون جديد بتعامل مع قضية هيتي وأعطاهم حق اللجوء في أمريكا لأوقات غير محددة حتى تنتهي المشكلة الإنسانية الموجودة في البلد اللي هم أجوا منها. طبعا في الحالة السورية على سبيل المثال برضو كنت أنا من أحد الناس اللي طالبوا الإدارة الأمريكية من ضمن مجموعة محامين بأنهم يجدوا قانون مؤقت للإخوان السوريين الموجودين في أمريكا، وصار مطالبات وحديث مع أشخاص لهم العلاقة مع المشرعين الأمريكيين بحيث أنه يجدوا حل لمشكلة الإخوان السوريين الموجودين في أمريكا حاليا. طبعا لا ما بتستطيع طبعا أنت من خلال القانون الأمريكي أنك تخدم الإخوان السوريين اللي مش موجودين في أمريكا. هذا السؤال بتعرض له كثير، يعني بيحكوا معي كثير من الإخوان السوريين بيقول لي أنا أهلي مثلا موجودين في الأردن، يعني وضع محزن ومؤسف حقيقة وإن شاء الله رب العالمين يفرج على إخواننا في سوريا، ولكن من خلال القانون لا نستطيع ان نساعدهم. لازم هذول الاخوان السوريين الموجودين في الاردن او الموجودين في لبنان او الموجودين يكون في لهم الاجراءات من خلال الهيئه المفوضيه العليا للاجئين التابعه للامم المتحده، وبيتم توزيعهم بناء على اتفاقات دوليه، القوانين الامريكيه الداخليه ليست جزء منها. فالقانون الامريكي اوجد حل للاخوان السوريين الموجودين داخل سوريا بانه اعطاهم حق الاقامه المؤقته، وبعتقد انه معظم الاخوان السوريين سواء اللي كانوا يجوا لعندي على مكتبي على مكاتب محامين ثانيين اكيد هم بيعرفوا بالضبط يعني الشروط اللي افترضها القانون حتى انه الانسان يستطيع ان يحصل على مثل هذه الحمايه. استاذ حمدان في معنا اتصال من نيويورك، ست نعمت اذا سمعت الاسم مظبوط. مساء الخير. مساء النور. تفضلي الاستاذ معك، تفضلي بتحبي توجهي له سؤال. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا عايز اسال حضرتك عن ليا اخ معاه الجنسيه الامريكيه وموجود في مصر بقاله حوالي 5-6 سنين ومعاه اولاد مولودين هناك، هل ممكن يجيبهم هنا وياخدوا جرين كارد؟ سو اخوك انا حسب ما فهمت السؤال انه اخوك مواطن امريكي. هو مصري امريكي او حاصل جنسية. نعم معنى حاصل على الجنسيه، بس هو عايش في امريكا لمده كم؟ عاش هنا 10 سنين. نعم. بعدين نزل مصر وموجود في مصر دلوقتي ومعاه اولاده مصريين. نعم. مولودين في مصر وعايز يجيبهم هنا، ايه هي الاجراءات؟ اول شيء اذا هم اوريدي معاهم الجنسيه، اذا الاطفال هم يعني انا ما بعرفش ظرفه بشكل دقيق من خلال كلامك، يعني هل هو معاهم الجنسيه الامريكيه؟ واضح انه هو معه جنسيه بس ما معهم خلقانين بامريكا بمصر وما هيئته قدم لهم على الباسبور. اذا كان الوالد زي ما سمعت منك انه هو عاش في امريكا اكثر من 10 سنوات في امريكا،
فإذا كان عاش أكثر من خمس سنوات وكان وضعه خلال الخمس سنوات هذولا عنده جنسية أمريكية خلال الخمس سنوات، أولاده بيكونوا أمريكان من لما ينخلقوا، فكل ما بده يعملهم أنه هو يأخذهم على السفارة الأمريكية وبيستصدر جوازات سفر من السفارة الأمريكية هناك لهم. إذا كان الأولاد إذا ما كان عاش في أمريكا خمس سنوات وهو حاصل على الجنسية الأمريكية، لأنه تقولي عشر سنوات ممكن مثلا عاش سبع سنوات بطريقة غير شرعية وثلاث سنوات حسب تقسيم الوقت تبعه. إذا كان عاش في أمريكا أقل من خمس سنوات وهو يحمل الجنسية الأمريكية، في الحالة لازم يقدم لهم على معاملة الهجرة فبيحصلوا على جرين كارد. بس حتى لما بيحصلوا على جرين كارد هم إذا كان سنهم تحت ال 17 بيصيروا ديريفيتيف سيتيزنز، يعني بياخذوا الجرين كارد بس مباشرة بياخذوا الجنسية بعد هيك. اوكي، يعني وصل لك بعتقد الجواب. في معنى اتصال تاني استاذ من بشار من نورث كارولينا. مساء الخير بشار. بشار بدك توطي صوت التلفزيون من عندك وتسمعنا من الهاتف لو سمحت. مساء الخير بشار. نعم بشار لو سمحت سمعنا من التليفون، وطي صوت التلفزيون من عندك تفضل. اوكي مساء الخير. مساء النور. اوكي انا وضعي مش قانوني هون جوا امريكا لي تقريبا 10 سنين. اجت مرتي وابني هون سياحه، كان عمر ابني 6 اشهر. انا عندي الحين 5 اولاد، 4 هون جوا الستيت. بدي اشوف كان شو الحال اللي بقدر يعني اقرب له لمرتي. بدك تشوف الحل كرمال تسوي وضعك. انا فهمت بشار بتحب تطرح عليه شي سؤال. لا تفضلي عيد تدري تسوي السؤال. يعني بشار حضرتك مثل ما فهمت وضعك غير قانوني في البلد، ومرتك وابنك اجوا لهون كان عمر ابنك ست شهور، ولكن عندك اطفال اولاد اخرين خلقوا هون بامريكا. مزبوط مزبوط. يا خمس أولاد آخرين خلقوا هون بالولايات المتحدة. أربعة أولاد آخرين. أربعة غير الصبي يلي كان عمره ست أشهر يلي ما خلق هون بالولايات المتحدة. نعم. كيف ممكن يضبط؟ أدوه أمه كان عمره ست أشهر ما جه هنا. نعم. نعم. والله هي حقيقة مشكلتك يبدو أنها هي مشكلة ملايين الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية. إنهم بس أنت للأسف ما فيش حل مباشر لموضوعك، إنه أول شيء أنت متزوج. فما بتقدرش تتزوج أمريكية وتحصل أوراق عن طريقها. حسب البلد اللي أنت إجيت منها ممكن مثلاً إنه ينفعك شيء مثل اللجوء إذا كنت مثلاً خايف إنك ترجع على بلد المنشأ. وأنا من لهجتك بتوقع إنه أنت يعني أردني أو فلسطيني. بعتقد راح الاتصال مع بشار، ولكن فينا نعطي الفرضيات. فنفترض انه انت مثلا من بلد فيها مثلا اضطهاد للحريات العامه وكذا، ممكن تقدم على لجوء، ممكن هذا يفيدك في هذا المجال. بس عاده احنا لما بيجوا من دول عربيه بنفترض اصلا هم ما بدهم يعني يسلكوا هذا الطريق اللي هو اللجوء السياسي الا في ظروف انسانيه معينه ومحدده. طيب الحديث عن اللجوء السياسي لانه الوقت عم بيدهمنا، لو سمحت اذا بتعطينا بس يعني توضيح سريع. نعم. من يحق له اللجوء السياسي ومن يحق له اللجوء الديني، وهي شغلتين كثير مهمين بالعالم العربي. نعم. أساساً اللجوء السياسي هو عبارة عن قانون أمريكي ولكن يعتمد على معاهدات دولية. المعاهدات الدولية معاهدة جنيف لحماية الحقوق الإنسانية فرضت على الدول بشكل عام إنهم يعطوا حق اللجوء للأشخاص اللي إذا عادوا إلى بلادهم راحين يتعرضوا لاضطهاد، سواء كان هذا الاضطهاد ديني أو كان اضطهاد سياسي بسبب المعتقد، بسبب الرأي السياسي، أو بسبب مثلا إذا قدرت تحصر نفسك في فئة معينة. هذا أول شرط للجوء السياسي، إنك تكون جزء من فئة معينة سواء كان فئة دينية أو social group، يعني بيكون مثلا بسبب إنك مثلا بسبب مرأة أو رجل على سبيل المثال. وهذه الفئة البشرية متعرضة للاضطهاد بسبب علاقتهم بالمجموعة.
فيعني مثلا اذا كان مثلا انت يعني الامثله كثيره، اذا كنت انت من ماينوريتي يعني من مجموعه دينيه محدده وفي ضغط عليك لممارسه المعتقد تبعك في بلدك، هذا بيعطيك الحق بانك تقدم على لجوء سياسي. وكثير من اخواننا طبعا هنا اجوا لعندنا في تحت ظروف معينه مثلا سواء كانوا من دوله او اخرى، قالوا انا ما بقدرش ارجع لبلدي بسبب مثلا حالتي الاجتماعيه. حاله الاجتماعيه قد تكون مثلا انه علاقه شخصيه بانسان او كذا. كثير من اوقات في منهم كمان بيتعرضوا للاخطار. استاذ حمدين الامثله كثيره، ولكن احنا قلنا لقاء مع حضرتك خاصه الله. من بعد ما يمكن يصير في قانون هجره هجره مختلف كمان محدث بالولايات المتحده، كل العالم ناطرينه طبعا. نحن رح يكون السباقين باستقبالك كرمال تحكينا عنه. بشرفني. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. لحظات مع الاعلان وبنرجع من كافي.